بطولة يفصلنا على اختتام مرحلة ذهبها أربع جولات فقط. أتحدث عن المحترف الثاني الذي يحسب لشطره الأول ألف حساب بقدر ما يحسب لمرحلة العودة، والأهمية تكمن في عدد النقاط المحققة. 11 جولة أعطت الأفضلية لأندية الصدارة الطامحة إلى ولوج عالم الكبار للاستقرار في المقدمة بعد نتائج طيبة خارج القواعد وداخلها. أندية باتت تفقه جيدا أن معالم تحقيق صعود وخلافا للمتعارف والمسلم به يبدأ اليوم بعد أن تمضي 10 جولات على الأقل، هو الأمر الذي تأكد بعد أن مرت 11 جولة تحقق فيها الكثير. ولنبدأ بإحصاء ما سجل بعد مضي هذا الكم من الجولات. تسجيل 23 هدفا من قبل الرائد أولمبي شلف الذي خلق فارق الخمس نقاط عن الملاحقين ويدا تيليمسان ومولودية العلمة. انطلاقة شلف هذا الموسم جعلت منه يصنع موسما مغايرا في المحترف الثاني بعد أن صنف عدد النقاط المسجلة ضمن أحسن المعدلات الممكن تسجيلها. أولمبي شلف وببقاء الاستقرار على رأس العريضة الفنية من خلال سمير زاوي أبدى نية أكبر من المواسم السابقة في العودة إلى حظيرة المحترف الأول بعد 11 جولة فقط. الأولمبي حقق 6 انتصارات ولم يخسر أي مباراة إلى غاية الآن، ليبقى صعب المنال رغم الزحف السريع لأندية أخرى غاب مجدها قبلا لكنها عادت بقوة على غرار ويدا تيليمسان الذي عاوده الحنين، وبقوة أيضا للرجوع إلى المحترف الأول بعد أن غادره منذ قرابة 6 سنوات. ونفس الأمر بالنسبة لمولودية العلمة التي تلوح أهدافها واضحة للعودة إلى ذات المستوى. أندية أخرى تؤكد من جولة إلى أخرى أنها تريد لعب ورقة الصعود على غرار اتحاد بسكرة والنادي المفاجأة الذي بات يتحاور جيدا رغم التحاقه حديثا بالرابطة الثانية نادي مجرى. أما عندما نتحدث عن ترجي مست غانم، سارع غليزان، اتحاد عنابة، شبيبة بجاية ومولودية سعيدة، فلا نستبعد عودة قوية في مرحلة العودة للعب آخر حظوظ الصعود. لكن الأكيد أن 11 جولة عقدت أيضا من وضعية بعض الأندية التي أضحت تعيش ذات المشاكل كل موسم، على غرار ما يحدث للمدرسة القباوية في صورة الرائد واتحاد الحراش الذي لم يفهم قريب أو بعيد ما سبب ما آل إليه هذا الفريق الذي كان في الزمن القريب يحلم في تحقيق الألقاب واليوم همه الوحيد ضمان البقاء. أما اتحاد البوليدة فإلى نفس الموئل تؤول وغايتها تخفيف الضرر على الأقل. 11 جولة عرفت تغييرات كثيرة في النتائج وأيضا على مستوى المدربين، نسبة فاقت 70% إذا ما احتسبنا أن 11 مدربا تمت إقالته أو استقالته وتغييره باسم جديد من مجموع 16 مدربا، نسبة تعكس الضغط الكبير المقترن بالبطولة المحترفة الثانية التي لم تبلغ إلا 11 جولة من عمرها. فماذا سيحدث بعد 30 جولة؟ أتحدث طبعا عن التغييرات.